النقالي حطها النقالي تعالوا هنا عبد الشغل هذا. شهداء وجرحى وعالقين تحت الأنقاض، الحصيلة الأولية مجزرة مؤلفة من 5 مدنيين عائلة تحت الأنقاض هنا نتيجة استهداف الطيران التابع لقوات الاحتلال الروسي للأماكن السكنية بشكل مباشر في بلدة الملاجي. على ما يبدو الآن ظهر أحد الشهداء العالق تحت الأنقاض، تصعيد مكثف، فرق الدفاع المدني لا تستطيع القيام بعملها نظرا لعودة الحرب عدة مرات على ذات المكان وتنفيذات على مدينة كفرنبيل وغيرها. نساء أطفال عائلة بأكملها تقطن في هذا المنزل ما أدى إلى تدميرها بشكل مباشر. نلاحظ هنا فرق الدفاع المدني. السلام عليكم. وعليكم السلام. احكي لنا شو صاير هون. استهدف الحرب الروسي بلدة قرية الملاجي وأسفر عن 5 شهداء. قام الدفاع المدني باستخراج 3 شهداء وما يزال شهيدين تحت الأنقاض. وضع الحرب حاليا كيف؟ الوضع استطلاع وحرب روسي ومروحة براميل بالأجواء ويعني العمل صعب جدا. الله يعطيكم العافية. إذا كما لاحظنا أعمال صعبة جدا يواجهها فريق الدفاع المدني، صعوبات كبيرة جدا، مخاطر كبيرة جدا، استهداف متكرر. الآن غارات على بلدة جبالة ومدينة كفرنبل ومعرزيتا مروحة، والآن حرب رشاش وفي الأجواء. جميل حسن، أورينت نيوز.